المتهم جوني جرجس، التهمة تدمير عاصمتين وقتل مئات الأبرياء. كذبت الدولة على نفسها حين أقنعت الناس بأن هذا الرجل مسؤول عن استيراد وتخزين وتفجير 2700 طن من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، علماً أنه يعمل في المرفأ كساعي مورد، يقتصر عمله فقط على تأمين عروض الأسعار للمشتريات البسيطة التي تحتاج إليها اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. الساعة 12:30 نص الليل بدق تليفونه بقول له أنت بكرة بدك تنزل تكون على الساعة 11 بفرع المعلومات. بصراحة لا أنا ولا هو نمنا بهالليلة، يعني أكيد يعني أنه ما في شيء، بس إنه ليش هو بده ينزل على فرع المعلومات؟ ما هو شو له أساساً علاقة لا بالعنبر ولا بأي شيء جوا؟ يعني حكيني عشية قالوا لي إنه أنا بمثابة شاهد، بس تأخر الوقت ما فيهم يطلعوني هلأ، بكرة الصبح إذا الله راد بطلع. بده يحكي مع الأولاد أو شيء، ما يقدر يحكي معهم، إنه يغص يبكي، يعني ما يقدر، إنه بحياته مش بعدين عن الأولاد، يعني هو من النوع يلي العيلة وبس. قد ايه بيقدروا هالولاد يعبروا، يعني قد ايه مشتاقين لبيهم، ثلاث دقائق مرتين بالجمعه بيقدروا يحكوا معه، يبعدوه هيك عن عائلته وعن ولاده. شو عامل ليبعد عنهم؟ شو عامل لينحرم منهم، لينحرم من شوفتهم؟ خلي بابا يجي السفر كتير 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 بسرعه. انا كيف بدي اقول له لابني او لبنتي انت احكي مع بيك على التليفون 10 دقايق، انت شايفتي قدامك، ما فيك تدقي فيه، ما فيك تغمري، ما فيك تبوسي. عندما يسأل ناجي جين وجاني عن والدهم ترد الأم بحسرة، البابا مسافر وعم يشتغل برا. حتى وصلت معي لدرجة أني جرب أحكيها لبنتي الكبيرة، لأنه أكثر شيء هي بتسأل. وصلت معي أني جرب أحكيها وقلها أنه إذا في مجال يجي البابي من السفر تشوفوه 10 minutes بس وتفلوا، بس إنكم تشوفوه للبابي بتقبلي؟ قالت لي لا، لأنه أنا إذا شفته ما رح أقبل أتركه، أنا بدي أدلني معه على طول، أنا ما رح أقبل شوفه أتركه يفل. فأنه أول شيء ما بقدر أبداً أني أقول لهم أنه هو وين، أنه هو شو عم يعمل، لأنه هو ما أنه عمل شيء لحط لهم لكسر لهم صورة بيهم بوجههم. هيدا أول شيء، لأنه هني عندهم بيهم بالدنيا كلها. أنا بس بدي أقول لكل الأشخاص المعنيين بهيدا الموضوع إنه في 200 شخص استشهد، في عيال انحرمت من ولادها، في عيال الله يكون معها. أنا عن جد ما بتمنى أكون محل أي حدا منهم، يعني ربنا ما حرمنا منه بهيدا الانفجار، ليه أنتم عم تحرمونا منه؟ شو هالجريمة يلي عملتها أنتم؟ حرمتوا عائلتنا منه. نحن عن جد كنا عائلة حلوة، عن جد كنا عايشين مبسوطين. حقيقة أنا طلعت على البيت هلا ورح فوت أتحمم، بدي عم حضر تياب وفيت أتحمم، بس خلص بحكيكي. يلا سلم على الكل وبوصيلي البيت. يلا باي حبيبي. بدي أقله لجوزي الله يكون معك والله يعطيك الصبر والقوة، وما تخاف ما تخاف، في الله بالنهاية، ما تخاف، وقت رح يقطع الوقت. صعب كتير علينا وعليك، أكيد صعب كتير علينا وعليك، بس بالنهاية رجعنا، لأنه ما في شي ما ببين، ما في شي ما ببين. أنت على القليلة عم بتنام عم خدتك مرتاح، بينما أكون أكيد في غيرك اللي هو السبب بأنك أنت هون ما عم يقدر ينام. أنا أكيد من هيدا الشي.
بابي أم أنا وجاني وناجي اشتقنالك كتير ومن حبك كتير، ما بدنا بقى هيك تطول. أولاد متلهفون إلى عودة والدهم الحنون، يدرسون ويلعبون لعل الوقت يمضي أسرع. وأم تخفي حقيقة مرة عن أطفالها الثلاث، ولا تدري كيف تخبرهم عن ظلم دخل بيتهم الآمن.